ومعنا من دمشق هيثم المالح الناشط في مجال حقوق الإنسان. سيد هيثم، بين هذا التوسع والتمدد في الاحتجاجات إلى مدن أخرى في داخل سوريا وبين بيان الداخلية البارحة بألا تهاون في تطبيق القانون، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ يا سيدي، هذا بيانات الداخلية بيان عادي منتظم تصدر الدولة كهذا، لأنه هن بيريدوا قمع المظاهرة، قمع الحراك الموجود في الشوارع ويتسع ويمتد، لأنه حتى الآن الدولة لم تعمد إلى تلبية أي مطلب مطالب الناس، سوى ما قالته حول مسألة تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية. هذا كان أظن التوقيت في هذا الوقت هو عبارة عن محاولة ضرب سفين لشق النشاط الاجتماعي أو النشاط السياسي الموجود على الساحة العامة في سوريا. طيب، في ظل هذه الظروف، هل ما زال لهذه المبادرات وهذا النشاط الاجتماعي كما أسميته قبل قليل، ما زال أمامه فرصة، ما زال أمامه فسحة حتى يخرج بسوريا والسوريين من هذا الوضع؟ والله إذا استمرت السلطة في إغلاق آذانها عن استماع كلمة الناس ومطالب الناس، ستتصاعد الأعمال في الشارع وستكبر كرة الثلج التي بدأت تتزحرج على الساحة السورية، وسوف لا يكون أمام السلطة أي خيار سوى تلبية المطالب أو الرحيل. طيب، الحديث عن اعتماد قانون العام 49 بدلا من قانون الطوارئ الحالي وهذا النقاش القانوني في إحداث بديل لقانون الطوارئ، كيف ترى؟ يا أخي الكريم، قانون الطوارئ هو قانون موجود في كل دول العالم، قانون مش حالة الطوارئ، مختلف في حالة الطوارئ عن قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ في ضمانات الحقيقة لإعلان حالة الطوارئ، لأنه تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ من قبل مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، ويجب عرض الحالة على مجلس النواب في أول اجتماع له، هذه ضمانات يا أخي. لكن مع الأسف أعلنت حالة الطوارئ من سلطة غير شرعية في سوريا، ولم تعرض على أي مجلس شعب منتخب حتى الآن، بما أنه كل مجالس الشعب الموجودة في سوريا أو التي انتخبت في سوريا ليست منتخبت انتخابا صحيحا، معظمها مزور. اثنين، الإرهاب يا أخي الكريم، الإرهاب في قانون العقوبات معرف، لدينا تعريف بالمادة 304 من قانون العقوبات وتعريفه كافي، لكن المشكلة يا أخي الإرهاب، هذا المصطلح لفظ التيرورست باللغة الإنجليزية لا يقابله الإرهاب، لأن الله قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، يعني هذا عبارة عن ردع. الإرهاب بالمفهوم اللغوي عندنا في عند العرب هو ردع وليس فعل بغاية إيجاد ذعر ووسائل متفجرة وإلى آخره. طيب طيب، في هذه الحالة سيد هيثم، ما هو الحل؟ ما هو الإطار القانوني البديل الذي يكون بديل لقانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب أو العودة بالقانون قانون 49؟ ما البديل في هذه الحالة؟ لا حاجة لبديل، قانون العقوبات يكفي يا أخي، بالنسبة للإرهاب يكفي قانون العقوبات والمادة 204 صريحة في ذلك، ونحن وقانون الطوارئ لا بأس به ولا لا حاجة لتعديله، إنما نحن بحاجة لرفع حالة الطوارئ المعلنة من سلطة غير شرعية منذ 1963، هذه مشكلة ليش عم تناقشوا فيها؟ ماني فهمان يعني. لماذا لا ترفع حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم كما هو وارد في الدستور؟ هو صاحب الصلاحية المطلقة في رفع الحالة. طيب، التحذيرات المتتالية من قبل السلطات السورية تقول نعم للتظاهر السلمي والتعبير عن المطالب، ولكن لا للمندسين، لا للموتورين، لا للجهات الخارجية. كيف يمكن التعامل مع وضع كهذا تقول فيه السلطات بأن هناك أيادي خارجية، بأن هناك من يحاول أن يخرب ولا يتظاهر بشكل سلمي، كيف يمكن التعامل معه فقط بقانون العقوبات الموجود في سوريا وليس من قانون خاص يضمن البلد استقراره؟ السلطة يا سيدي الكريم غير موثوق فيها فيما تصرح به من كلام وتعابير، في دليل عندنا يعني واضح، عندما حركت السلطة جماعتها من طلاب وموظفين وإلى آخره وقاموا بتظاهر التأييد للرئيس، لماذا لم يحصل أي حادث؟ بدي أعرف يعني أين المشكلة؟ بس لما نطلع نحن المدنيين الآخرين أو المعارضين أو أصحاب
المصالح بالشعب يكون هناك متسلين ويكون هناك ما يعرف كيف تفسر الأمور. يعني كيف تفسر الأمور عندما يخرج الناس لإعلان عن أرائهم ومطالبهم، يكون هناك منتسين ولا يكون منتسين حين يخرج الآخرون يعني بمئات الآلاف؟ فعلى عفاش المشكلة يعني. أشكرك من دمشق هيثم المالح الناشط في مجال حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.